استخدم قانون التجميع في الضرب لكتابة المسألة 12 ضرب 3 بين أقواس ضرب 10 بطريقة أخرى، ونقوم بتبسيط كلا العبارتين لنوضح أنهما يمتلكان نفس الناتج. المطلوب هو أن نكتب 12 ضرب 3 بين أقواس، ومن ثم نضرب الناتج بعشرة. الآن بغض النظر عن ما بين القوسين وهو ما يعني أن نفعل ذلك أولا، إذن هذا يعني أن نبدأ باثنا عشر ضرب ثلاثة. الآن ما هو حاصل اثنا عشر ضرب ثلاثة؟ إنه 36. إذن قيمة ما بين الأقواس هي 36. يتبقى لدينا ضرب هذا بعشرة. عندما نضرب بعدد مرفوع للقوة 10 علينا أن نضيف عدد الأصفار الموجودة في آخر العدد، لذلك سيكون الناتج 360. إذن الناتج يساوي 360. الآن مرة أخرى قانون التجميع في الضرب مثل الوهم، ويفيد بأنه طريقة ترابط الأعداد غير مهمة، إذن أنه لا يهم كيفية وضع الأقواس لأننا في أي حال سنحصل على الإجابة ذاتها. اكتب هذا مرة أخرى. إذن سنقوم بضرب 12 ضرب 3 ضرب 10. إذا قمنا بكتابتها هكذا دون أقواس، وإذا انتقلنا من اليسار إلى اليمين فسيكون هذا مثل ما قمنا به هنا. لكن قانون التجميع في الضرب يقول، هل تعلمون ماذا؟ نستطيع أن نضرب 3 ضرب 10 أولا، ومن ثم نضرب ب 12 وسنحصل على نفس الإجابة كما لو كنا نضرب 12 ضرب 3 ضرب 10. لنتحقق من ذلك، إذا 3 ضرب 10 يساوي 30، ونريد أن نضرب ب 12، بهذا سيكون حاصل ضرب 12 ضرب 30. نستطيع استعراضه على نحو 12 ضرب 30 يساوي 36، لكن لا يزال لدينا الصفر وهو يساوي 360. إذا بغض النظر عن كيفية التجميع هنا، نستطيع أن نحسب 12 ضرب 3 أولا أو 3 ضرب 10 أولا، فسيكون الناتج 360 في جميع الأحوال.